المشاهدين الكرام مرة أخرى هنا بملعب الفتح بالرباط لمتابعة الجولة الثانية من مباراة الجيش الملكي وشباب الريف الحزيمي. ذهب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العرش جولة أولى. يمكن نقول بأنه يعني فريق الجيش الملكي يعني لقى صعوبات كبيرة بأنه يوصل لمرمى الحارس ياسين الحظ، خصوصا هناك دفاع منظم، هناك كذلك لاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي اللي حاولوا انهم يكونوا واقفين بشكل جيد، خصوصا العوده ديالهم على مستوى الدفاع. فيما شباب الريف الحسيمي يمكن نقول بانه يعني كان هناك محاولات اللي كانت محاولات يعني خطيره على مرمى الحارس كريم فكروش. هناك تغيير في صف فريق شباب الريف الحسيمي، دخول اللاعب الادريسي وخروج اللاعب الغنجاوي صاب الغنجاوي. اذا اشرف الادريسي ياخذ مكان صابر الغنجاوي. اول تغيير في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي واللي كيخدم عليه المدرب التونسي كمال الزواغي. فيما جوزي روماو كان قام بتغيير واحد، تغيير كان اضطراري، اذكر خروج يونس حمال اللي احس بالام على مستوى الرجل اليسرى، كيخرج كيخلي المكان ديالو لاسماعيل الحداد. اكيد بانه الفتره ديال الاستراحه كانت مناسبه بالنسبه للفريقين وللمدربين للوقوف على الاخطاء، للوقوف كذلك على نقاط الضعف والقوه ديال كل فريق. اعتقد جوزي روماو غادي اكيد غادي يدفع باللاعبين انهم يعني تكون هناك مجازفه وبالتالي للوصول لمرمى الحارس ياسين الحظ. فيما كمال الزواغي اكيد بانه سيعرف بانه الجيش الملكي سيضغط وبالتالي غيكون هناك الاعتماد على المرتدات الهجوميه. نتمنى بانه الجوله الثانيه تكون افضل على مستوى الايقاع وعلى المستوى التقني، يعني حتى انه نستمتعوا بلقاء اكيد اللي كيجمع بين جوج الانديه اللي كيمثلوا الدوري الاحترافي، الجيش الملكي وشباب الريف الحسيمي. وبالتالي هناك يعني سيكون هناك خروج لفريق اللي يمثل الدوري الاحترافي، خصوصا بانه نذكر بانه المباريات تجرى بنظام الذهب والاياب. هناك خطا لفائده فريق شباب الريف الحسيمي امام ياسين الحظ اللي غادي ينفذ الخطا. ياسين الحظ اكيد اللي جور لمواسم ليست بالقليله مع فريق الرجاء البيضاوي، هو يمكن الحارس اللي ما كانش عنده الحظ لانه كان دائما يعني عرضة للإصابة. تابعنا التدخل ديال هشام العمراني، كرة عند مصطفى اليوسفي. مصطفى اليوسفي هناك صراع مع كل من مهدي مفضل والحكم كيمنح الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. عدد ديال الجمهور الآن أصبح أكبر من يعني العدد اللي انطلقت به المباراة. هشام العمراني اكيد اللي كيقود الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. عند لاعب مهدي قرناص، كره في الجهه اليمنى، هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي دائما يعني والكره لفائده الفريق العسكري. امامنا اللاعب عبد الخالق حميد دوش هو اللي دخل وبعد الكره بسرعه كتنفذ، والحكم المساعد رافع الرايه وبالتالي يعني على خطا لفائده شباب الريف الحسيمي. هيتنفذ الشرط بواسطه يونس اليوسفي المدافع الايسر لفريق شباب الريف الحسيمي. كرة في وسط الميدان، ياسين البحيري كضيع من الكرة، كريم بن عريف هذه محاولة، حسن الطير كيرجع الكرة عند سعيد فتاح بدوره، كيمر عند اسماعيل الصرد، هذه محاولة وتدخل ديال الدفاع، كتوصل الكرة لمهدي مفضل والإبعاد من مراد الناجي خارج أرضية الملعب. أمامنا مراد الناجي المدافع الأيمن لفريق شباب الريف الحسيمي، هذه محاولة بواسطة كانت تمرير بواسطة اسماعيل السردي والكرة في الزاوية. إذا أول زاوية على مستوى الجولة الثانية لفائدة فريق الجيش الملكي.
قلت في بداية تعليقي بأنه الضربات الثابتة بإمكانها تكون حل من الحلول في هذا اللقاء، نظرا اكيد التكتل ان الدفاعي ديال لاعبي ديال فريق شباب الريف الحسيمي كريم بن عارف كيرفع الكرة، ولكن كان تدخل جيد ديال مراد الناجي أمامنا. بن عارف كيخلي الكرة لإسماعيل السردي. اسماعيل السردي كيرفع الكرة، الكرة عالية مشات عند لاعب حسن الطير، ما خرجتش الكرة، دائما كيحتفظ بها، ينتظر المساندة والكرة في الشرط، شرط لفائدة فريق الجيش الملكي. يحاول فريق الجيش أنه يضغط على الدفاع ديال فريق شباب الحسيمي اللي كيبقى حتى الآن دفاع منظم بقيادة السنغالي دياي أوليفي، لاعب اللي تم انتداب ديالو هذا الموسم الى جانب الكاميروني ديبامي جونيور، للان حاضرين على مستوى التشكيله الرسميه لفريق شباب الريف الحسيمي. اكيد كتوصلكم يعني الاصداء ديال جماهير الجيش الملكي، جماهير العسكريه. هذه محاوله لفائده فريق شباب الحسيمي، خروج كريم في قروج، خروج كان في التوقيت والمكان المناسبين. هشام العمراني، كريم في قروج عند لاعب اسماعيل الحداد. هشام العمراني، مهدي قرنص، مرة أخرى هشام العمراني. لاحظوا بأنه اللاعبين ديال الشباب الحسيمي بسرعة كيرجعوا في المناطق ديالهم، وبالتالي كيدفعوا باللاعبين ديال فريق الجيش الملكي هما أنهم لقوا الحلول. خروج ياسين الحظ كياخذ الكرة بكل سهولة. نذكر مرة أخرى ببرنامج الدور الثمن النهائي مباريات الذهاب، اكيد نتابع الان الجوله الثانيه مباراه الجيش الملكي شباب الريف الحسيمي. هناك مواجهه بين الرشاد البرنوسي واولمبيك خريبكا، شباب اطلس خنيفرة الذي سيستقبل كذلك بدايه من الساعه الخامسه الاتحاد المحمدي، والدفاع الحسن الجديد امام الفتح الرباطي. مباراه مهمه، مباراه صعبه بالنسبه للفريقين. الفتح الرباطي اللي هو حامل اللقب يواجه فريق الدفاع الحسني الجديد اللي كان وصل للنهائي الموسم ما قبل الماضي، كان فاز باللقب امام فريق الرجاء يوم الاربعاء. النادي القنيطري الوداد، المغرب الفاسي، اولمبيك اسفي، والرجاء الرياضي البيضاوي الذي يستقبل الكوكب المراكشي. اكيد بانه الانديه اللي بدات الاستعداد ديالها مبكرا هي اللي بامكانها يعني تحقق نتائج ايجابيه، سواء مستوى منافسه الكاس او الدوري الاحترافي. نذكر بانه الجيش الملكي كان خاض العديد من المباريات الوديه، كان فاز على الجمعيه الصهيونيه 4-0 واجه اتحاد طنجه، وفاز ب 1-0 تعادل امام فريق الكوركون الاسباني بهدف لمثلي، ثم الوسط الاماراتي كان فاز بجوج لواحد، وكذلك فريق ماربيلا كان تعادل بهدف لمثلي، فيما فريق شباب الحسيمي كان واجه الرشاد البرونسي انتصر بجوج صفر، كذلك فاز على وداد تمارا بهدف لا شيء، كان هزم امام الراكب 3-2، كان واجه فريق جمعيه اولمبي شلف في جوج ديال المباريات، فاز ب 1-0 وانهزم ب 1-0، وكذلك فريق منيليا الاسباني وكان انتصر ب 3-0. هذو المباريات الاعداديه لانه نهايه الموسم، اكيد انه كيظهر الاعداد البدني. كذلك الانديه دي محاوله، زكريا الهلالي، زكريا الهلالي كيسدد، والتسديده ديالو في يد الحارس كريم فقروش. قلت بانه الاستعداد البدني، الاستعداد يعني الذهني مهم جدا بالنسبه للانديه دي محاوله، ولكن تدخل جيد ديال عبد الخالق حميدوش عند مهدي مفضل، مهدي مفضل، هذه محاوله لهشام العمراني، هشام العمراني بالتجربه ديالو، هشام العمراني بالتجربه ديالو حاضر بشكل جيد على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. اسماعيل السردي
كان تدخل ديال دياي اوليفي امام المهدي النغمي اللي كيخلي الكره للمدافع الايسر ايسر اسماعيل السردي. مهدي قرناص سعيد فتاح عند لاعب الحداد اللي نذكر بانه دخل في العشر دقائق الاخيره من الجوله الاولى. مهدي قرناص النغمي لابد ان يكون هناك تناغم على مستوى الخطوط على مستوى التمريرات. لاحظوا انه كيحاول لاعبين فريق الجيش الملكي انهم يفكوا يعني اكيد التراجع ديال لاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي والتكتل الدفاعي على مستوى التمريرات القصيره. النغمي العميد في اتجاه المهدي قرناص. لاحظوا يعني الاندفاع القوي ديال ندياي اوليفي في اتجاه ديبامو جونيور، لكن اسماعيل الحداد كيخلي الكره تخرج خارج ارضيه الملعب. الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. مهدي النغمي، مهدي قرناص كترجع لإلياس الحداد. أكيد إسماعيل الحداد اسم آخر رفقة فريق الوداد واللي أكيد قضى موسم رائع الموسم الماضي مع فريق حسنية أكادير، وبالتالي كان محط أنظار فريق الوداد أمام النتيجة حتى الآن 0 لمثلي بعد مرور 56 دقيقة. سقوط ليونس اليوسفي، فيما الان غادي يكون تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي. دخول اللاعب لاعب انور دن يوسف انور يوسف انور يدخل مكان مهدي قرناص. تغيير لجوزي روماو من اجل انه يضخ دماء جديده على مستوى وسط الميدان الهجومي لفائدة الجيش الملكي، لأنه كنعرفوا يوسف أنوار يميل للهجوم أكثر من الدفاع، فيما المهدي قرناص أكيد بأنه لاعب اللي يعني يزاوج بين الدورين، أكيد الدور الدفاعي والدور الهجومي. هناك خطأ، حكم كيخلي الكرة متواصلة بعدما أنه دائما لفائدة فريق الجيش الملكي. اسماعيل السردي، هناك خطا لفائدة مراد الناجي. كثرة الاخطاء، اذا تغيير في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي. مهدي مفضل كيخرج كيخلي المكان ديالو لعبد الكريم بن هانيه. اذا عبد الكريم بن هانيه الان بدينا كنتابعوا يعني الميكانيزمات التكتيكيه بين المدربين، تغيير بتغيير واكيد التموضع ديال اللاعبين. جوله ثانيه اكيد ستكون جوله حاسمه. اذا مهدي مفضل كيخلي المكان ديالو لعبد الكريم بن هانيه اللاعب السابق اللي اكيد يحمل الوان المغرب التطواني. في وسط الميدان لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي، كرة طويلة عند بن عنية ولكن الحكم كان رافع الراية معلن عن تسلل ديال عبد الكريم بن هانية. هشام العمراني، سعيد فتح، عند مصطفى اليوسفي، كريم فكروش كيلعب الكرة طويلة في اتجاه مهدي النغمي. حكم يعلن عن التسلل. إذا غادي يتنفذ الخطأ من طرف السنغالي دياي اوليفي.
كيبناو أسطوانة المدرب الأجنبي تعود للدوري الاحترافي لكرة القدم، خصوصا بأنه يعني كتفصلنا أيام قليلة، قلت نهاية الأسبوع تنطلق إذن الجولة الأولى والنسخة الخامسة من الدوري الاحترافي. فأكيد أنه الثقة بعدما كانت عادت للمدرب المحلي في السنوات الأخيرة لهذا الموسم غادي يشهد حضور وازن للمدربين الأجانب بعد أن أعترف مجموعة من الأندية المغربية تعاقد مع المدربين الأجانب، أكيد طمعا في تسجيل أفضل وأقوى النتائج. فمن أصل 16 فريق يحضر 9 ديال المدربين الأجانب في الموسم يعني الحالي، أي أن أكثر من نصف أندية الدولة المغربية يعني اختارت المدرب الأجنبي. فالمدرب الويلزي احتفظ بالمكان ديالو، المدرب فريق الوداد جون توشاك بعد أن قاد الفريق للفوز باللقب، وبالتالي هو الآن يستعد توقيع الموسم ديالو الثاني، هو اللي يمكن نعتبره من المدربين الناجحين بدليل انه اختير يعني افضل مدرب في الدوري، نفس الخطوه اتخذها المدرب التونسي احمد العجلاني اللي قرر الاستمرار مع فريق اولمبيك خليبكا. نتابعوا هذه المحاوله، يوسف انوار، يوسف انوار جامعي كيمرر تمريره وتدخل جيد ديال دياي اوليفي اللي كيبعد الكره للزاويه امامنا. اوليفي يعني الكرات الهوائيه والكرات الارضيه تلقى وتجد السنغاليين دياي اوليفي، يعني نتابعوا الان الزاويه بواسطه اللاعب حمزه حجي من الجهه اليسرى لمرمى الحارس، يثير الحظ حمزه حجي كيلعب كره دائريه وتدخل ديال الدفاع دائما لفتاه الجيش الملكي. حمزه حجي كيرفع الكره دي محاوله راسيه، كانت راسيه ديال هشام العمراني اكيد اللي كيصعد لمسانده الهجوم ديال فريق الجيش الملكي. هشام العمراني اكيد كنعرفوا القامه الطويله ديالو، سجل اكثر من هدف في هذا المكان وبضربات الراسيه، لاحظوا الراسيه ديالو مشات بعيد لانه كان كذلك مضايق بعدد كبير من المدافعين. قلت كذلك احمد العجلاني اللي الان استمر مع فريق اولمبيك خريبكا، كذلك الاسباني سيرجيو لوبيرا اللي قرر الاخر استمرار مع المغرب التطواني، ورغم انه التحق في الميركاتو الشتوي بالفريق التطواني الا انه استطاع ان يستانس بسرعه بالاجواء وسجل نتائج ايجابيه، اهم واكيد تاهل لدور المجموعات، ونتمنى انه كذلك يوصل دور النصف النهائي. الرجاء مع الهولندي رود كرول اللي خاض اول تجربه له في الدوري، غادي يخوض اول تجربه في الدوري المغربي رغم يعني فشل التجارب الاخيره. اكيد الفريق البيضاوي اكيد الحديث عن عبد الحق بن شيخه وكذلك البرتغالي جوزي روماو، ولو ان عبد الحق بن شيخه اكيد بانه سبق له الفوز باللقب مع فريق الدفاع الحسن الجديد، وجوزي روماو سبق له فاز باللقب مع الرجاء والوداد، وهذه سنه كره القدم. النهضه البركانيه اللي اختار بيرتران مارشون المدرب الفرنسي خلفا للمدرب عبد الرحيم طالب، وكذلك الجيش الملكي مع جوزي روماو. يعني كذلك الحديث حول كمال الزواغي، غادي يكون هناك تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي، خروج حسن الطير، خروج حسن الطير ودخول سفيان بوشعيب. اذا خروج حسن الطير اكيد اللي مازال يبحث على الايقاع ديالو، خروج حسن الطير ودخول سفيان بوشعيب. إذن الزاوية مرة أخرى من الجهة اليسرى لمرمى الحارس ياسين الحظ، كتنفذ الزاوية دائرية محاولة تدخل ديال الدفاع دائما الخطورة، والحكم المساعد كان لأن هناك تسلل وبالتالي ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. إذا ذكرت المدرب الأجنبي فأكيد هناك كفاءة اللي ما يمكنش نتحدثوا عليها أو يعني نغفلوها بالنسبة أكيد للأطر الوطني اللي حققت نتائج كبيرة مع
الأندية المغربية، فسبعة هذه الأندية غادي يقودوها مدربون مغاربة، الكوكب المراكشي مع هشام الدميعي، الفتح مع وليد الركراكي أكيد حقق نتائج إيجابية بالنسبة لهشام الدميعي، حسيت أكادير مع عبد الهادي السكتوي واحد من الأطر الوطنية اللي عنده تجربة كبيرة، جمال السلامي ورفقة الدفاع الحسني الجديد، انتظارات كثيرة من جمال السلامي، والمغرب الفاسي ورفقة رشيد الطوسي أكيد اللي كان وراء يعني الثلاثية الخالدة لفريق المغرب الفاسي، وأولمبيك أسفي مع عزيز العامري، عزيز العامري أكيد اللي كان عنده حضور قوي مع المغرب التطواني، والنادي القنيطري بمدربه سمير يعيش أكيد اللي كيسجل أول هذه محاولة فائدة فريق الجيش الملكي، وخروج ياسين الحظ، هناك تسلل وهناك تسلل على اللاعب مصطفى اليوسفي، قلت سمير يعيش رفقة النادي القنيطري بعد ما قادوا في الدورة الأخيرة الموسم الماضي، هذا الموسم أكيد يعني عنده فرصة من أجل إثبات الكفاءة ديالو، نتمنوا ليه كل التوفيق ولكل الأطر المغربية. المباراة الآن متوقفة تحت الإسعافات لكل من ياسين الحظ ومصطفى اليوسفي، فيما دائما النتيجة 0 على مثليه بعد مرور 65 دقيقة. فريق منظم دفاعيا هو فريق شباب ريف الحسيمي وفريق الجيش الملكي الذي ما زال يبحث عن الحلول والنجاعة الهجومية، كمال الزواغي يعني أكيد بأنه الدقائق المتبقية سيكون هناك صراع تكتيكي مع المدرب البرتغالي جوزي روماو اللي يعرف بأنه مباراة العودة لن تكون سهلة، صحيح بأنه لقاءات الكأس هي لقاءات تجربة، تابعنا بأنه الجيش الملكي على الخارج الميدان يكون أفضل خصوصا المباراة اللي كان لعبها بمدينة تطوان بملعب ثانية أرمل بتطوان واللي كان من خلاله فاز 4-0 على المغرب التطواني، وبالتالي أكيد بأنه كان هناك حلول هجومية بالنسبة للاعبين، أعتقد بأنه هذا هو اللي غيخلي بأنه كل التكهنات ستكون مفتوحة لهذه المواجهة. سعيد فتح كرة طويلة عند لعيب سفيان بوشعيب اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية، حكم كيعلن على الخطأ، مراد النجي كيخلي الكرة لدياي أوليفي، كرة طويلة عند ديبامي جونيور، مهدي النغمي، مهدي النغمي دائما كيحتفظ بالكرة، مهدي النغمي كينتظر المساندة، كتضيع منه الكرة، كان تدخل ديال زكريا الهلالي، كانت مراوغة جميلة ديال زكريا الهلالي في وسط الميدان، هذه محاولة عبد الكريم بن هانية، بن هانية كتضيع منه الكرة، كانت تدخل ديال يوسف أنور عند كريم فقروش اللي حصل الحظ بانه الكره يعني ابعدوها المدافعين، هذه محاولة عند الكاميروني، الكاميروني دائما في صراع داخل المعترك، شنو غادي يعمل، دائما كيحتفظ بالكره، لاعب جونيور كي ضرب الكره دائما خطيره في عدد فريق شباب الريف الحسيمي، هذه محاوله شنو غادي يعمل اللاعب، كانت محاولة بواسطة أشرف الإدريسي يدخل مكان صابر الغنجاوي، كريم بن عارف كيلعب الكرة، هذه محاولة لفائدة الجيش الملكي، المهدي النغمي خدع الكرة، شنو هذه من مراوغة جميلة، النغمي دائما كان بإمكانه إما يمرر أو يسدد أكثر من المراوغات، وكان تدخل ديال الدفاع، كرة طويلة، هناك تسلل لعبد الكريم بن هانية، كانت تمريرة طويلة في اتجاه عبد الكريم بن هانية، هذه محاولة مرة أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي أمامنا سفيان بوشعيب، لاعب أكيد شاب اللي كيحاول أنه كذلك يلقى المكان ديالو على مستوى التركيبة البشرية لفريق الجيش الملكي، سفيان بوشعيب اللي نذكر بانه كان لاعب معار لاتحاد ايتم اللول، وبالتالي يعود لتعزيز التركيبه البشريه
لفريق الجيش الملكي، وكان كذلك من الهدافين ديال القسم الوطني الثاني، من اللاعبين كذلك اللي عادوا من يعني اعاره. هناك اللاعب الجرباوي حارس المرمى، كذلك عدنان الوردي اللي جاور فريق النهضه البركانيه الذي يوجد الان في دكه احتياط فريق الجيش الملكي. مباراه مره اخرى متوقفه، سقوط اللاعب زكريا الهلالي. الحكم كيطلب من الطاقم الطبي لفريق شباب ريف حسيمي انه يدخل حتى انه يعطي الاسعافات الاوليه لزكريا الهلالي، اللاعب السابق لانديه الوداد والنادي القنيطري هذا الموسم بقميص فريق شباب ريف الحسيمي. اكيد بانه عدد كبير من اللاعبين اللي تم تسريحهم بالنسبه لفريق شباب ريف الحسيمي. هناك تاج الدين المنور، ياسين بيود، فخوري، عصام الحلافي، هناك السعيدي، ديوب، كورو مع فطوكوما، محمد الطاهري ورفيق المامولي. فريق الجيش كذلك عدد كبير من اللاعبين اللي غادروه كالخالقي، زنيتي، توفيق اجروتن، علي القروني الحارس اللي انتقل النادي القنيطري، هناك السنهاجي، سعد الغرباوي وعبد السلام بن جلون. عبد الكريم بن عارف، كره في وسط الميدان، اسماعيل السردي عند اللاعب الحداد. دائما الكره في الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. كريم بن عارف عند لاعب اسماعيل السردي، كرة طويلة دي محاولة، تدخل جيد دائما خطيرة، يوسف أنور شنو غادي يعمل؟ والتدخل كان تدخل ديال اللاعب والمدافع يونس اليوسفي. صباح الكرة في الجهة اليسرى عند عبد الكريم بن هانية، بن هانية صاحب التجربة أمامه هشام العمراني، هشام العمراني لاحظوا كيتمكن أنه يبعد الكرة ويبعد الخطورة، فيما الحكم كان أعلن على الخطأ قبل ذلك. مباراة متوقفة لأنه هناك إصابة أحد اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي. أعتقد يونس اليوسفي. اكيد كل ما تقدمنا في الدقائق ديال المباراه كل ما غادي يرتفع الضغط اكثر على فريق الجيش الملكي. اكيد المطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المواجهه وفي مباراه الذهاب في انتظار اياب ساخن وحارق بملعب ميمون العرسي. اكيد اللي كنعرفوا الحضور الجماهيري كل ما تعلقت اكيد خصوصا المباريات لما كتكون يعني والمنافس بقيمه اكيد الجيش الملكي. هنا كنتابعوا المحاوله ديال يوسف انور، كان اصطدام مع يونس اليوسفي. نتمنى ما تكونش هناك اصابه بالغه، تم اخراج يونس اليوسفي امامنا. اذا تقريبا وادي رجع لاكمال المباراه. حمزه حجي، كره كتخرج خارج ارضيه الملعب، شرطي في ايدات فريق شباب الريف الحسيمي. كيطلب اللاعب يوسف يوسفي من الحكم العوده فيما الكره في الجهه اليسرى، والكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى للجيش الملكي، كريم فكروش، كره طويله عند المهدي النغمي، المهدي النغمي في اتجاه اللاعب سفيان بوشعيب. كل الكرات خصوصا على مستوى الجهه اليسرى، هناك حضور ديال المدافع الايمن مراد الناجي. مهدي النغمي، شرط لفائدة شباب الريف الحسيمي، كرة طويلة عند ديبامي جونيور، جونيور بغى يسدد يعني حاول انه يسدد من مسافة بعيدة ولكن السديدة ديالو مشات سهلة.
في يد الحارس كريم فقروش هشام العمراني. فريقين خرجوا من دور الربع النهائي الموسم الماضي، وبالتالي الطموح كبير للوصول لأدوار جد متقدمة، لما لا اللعب لعب المباراة النهائية والفوز باللقب، وهذا طموح يعني مشترك مع كل الأندية الآن الحاضرة في منافسات كأس العرش. فريق الجيش الملكي الموسم الماضي كان إلى جانب وأقصى أندية قوية، هذه محاولة تابعوا اللاعب جونيور كيحتفظ بالكرة لوحده كينتظر المساندة، ديبامي جونيور دائما كيحتفظ بالكرة، التمريرة ديالو كانت تمريرة خاطئة بسرعة كيصبح مرتد هجومي لفائدة فريق الجيش الملكي. يوسف أنور، يوسف أنور كيمر في اتجاه المهدي النغمي بسرعة كيرجعوا لاعبين ديال الفريق شباب رفع الحسيمي، ما كاينش هناك تسلل عند لاعب سفيان بوشعيب، سفيان بوشعيب بإمكانه مرة كمرة التمريرة، هذه محاولة لكن يعني التمريرة ديال سفيان بوشعيب كتعرف تدخل ديال الدفاع وكي تخرج للزاوية، زاوية من الجهة اليسرى. لاحظوا لاحظوا ان اللاعبين ديال فريق شباب ريف الحسيمي كيحاولوا انهم يبقاو يعني متماسكين، لاحظنا كانت لقطة غنية عن كل تعليق. لإغلاق كل المنافذ كتنفذ تدخل ديال الدفاع، يوسف انوار تسديدة والابعاد كيصبح الان مرتد هجومي لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. كان تدخل جيد ديال هشام العمراني امام ياسين البحيري اللي بغى ينطلق مره اخرى، كيسترجعوا لاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي عند لاعب والمهاجم الكاميروني جونيور، جونيور كيمرر عند عبد الكريم بن هانيه، بن هانيه هذه محاولة لفائدة فريق شباب ريف الحسيمي، محاولة التسديد دائما لفائدة شباب الحسيمي، تسديدة كانت تسديدة خطيرة، كانت تسديدة خطيرة بواسطة، لاحظوا لاحظوا يعني عبد الكريم بن هانية خلى الكرة للاعب أشرف الإدريسي، التسديدة ما كانتش قوية ولكن كان بإمكانها تغالط الحارس كريم فقروش، كرة في الجهة اليسرى، يوسف أنوار، يوسف أنوار تسديدة، كانت تسديدة ديال يوسف أنوار بالرجل اليسرى ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس ياسين الحط. لاحظوا التمريرة ديال مصطفى اليوسفي، هذوما الكرات أكيد اللي كيبحث عليهم يوسف أنوار، سدد بالرجل اليسرى ولكن التسديدة ديالو مشات جانبا من القائم الأيمن لمرمى الحارس ياسين الحط. تلك تضيع هذه المحاولة من فريق الجيش الملكي الذي يحاول البحث عن الممرات والمساحات ويبحث عن الحلول أمام دفاع حتى الآن منظم ديال فريق شباب الريف الحسيمي، لأنه يعرف قيمة خصوصا اللاعبين والمهاجمين ديال فريق الجيش الملكي. هناك تواجد المهدي النغمي، تواجد أكيد السرعة ديال مصطفى اليوسفي، وراءهم بن عريف، كرة في الجهة اليسرى، مصطفى اليوسفي، مصطفى اليوسفي كيحتفظ بالكرة ينتظر المساندة، التمريرة ولكن فقط عند زكريا الهلالي. دياي اوليفي كتوصل الكرة للكاميروني، لاحظوا الكاميروني يعني لي وحده يناور على مستوى الهجوم ديال فريق شباب الريف الحسيمي. قلت بانه طموح مشترك للفريقين لتجاوز يعني الدور اللي خرجوا منه الموسم الماضي، دور الربع النهائي، الجيش اللي كان اقصى اولمبيك خريبكا والرجاء في ثمن النهائي، وخرج في دور الربع النهائي امام المغرب الفاسي، شباب الريف الحسيمي اللي كان اقصى رجاء السواني والثمن النهائي النادي القنيطري، ولكنه يعني خرج في دور الربع النهائي على يد النهضه البركانيه اللي وصل للمباراه النهائيه وكان نازل امام الفتح الرباطي بجوج 2-0. هذه كلها اكيد قراءات بالنسبه للفريقين. سعيد فتح المهدي النغمي، عبد الكريم بن هانية اللي كيرجع لمساندة الدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي، كاميروني لوحده، تدخل ديال المهدي النغمي اللي كيخرج الكرة للشرط امامنا، ديبامي جونيور
عبد الكريم بن هانيه غينفذ الشرط او كيخلي الشرط ديال المدافع الايمن مراد الناجي. كيتنفذ الشرط عند جونيور مراد الناجي. مراد الناجي دائما كيتعمل الكره كيرفع الكره محاوله خطيره كانت اتجاه اللاعب والمهاجم عبد الكريم بن هانيه. هشام العمراني في جهه يوسف انور. كيحاولوا لاعبين ديال الفريق الجيش الملكي انهم بسرعه يخرجوا الكره من الدفاع نحو الهجوم. التمريره في اتجاه لاعب اسماعيل السردي. اسماعيل السردي شنو غادي يعمل؟ كيمرر في اتجاه المهدي النغمي. المهدي النغمي يعني رفع الراس ديالو كيمرر تمريره خطيره كانت محاوله. كنقول بانه التمريره كانت ذكيه ديال المهدي النغمي ولكن مصطفى اليوسفي بغى يسدد الكره مباشره للمرمى. الكره ديالو كتمشي فوق المرمى ديال الحارس ياسين الحضوم. تلك تضيع محاوله اخرى من فريق الجيش الملكي. حنا كندخلوا اكيد 10 دقائق الاخيره. جوزي روماو حتى الان يعني عاجز على فك اللغز ديال هذا المواجهه. المباراه الان متوقفه. سقوط اعتقد اللاعب مراد الناجي. تالي العشر دقائق الاخيره اكيد سيحاول اللاعبين ديال فريق الشباب ريف الحسيمي ان يبقوا بنفس النظام الدفاعي فيما الجيش الملكي الان مطالب انه يرفع من الايقاع ديال المباراه خصوصا على مستوى الهجوم وبالتالي لايجاد حلول. امامنا كمال الزواغي دائما في حديث مع اللاعبين. قلت بانه الشباب الريف الحسيمي اكيد كينتظروا تنقلات يعني مهمه وتنقلات اكيد اللي غتكون متعبه. فبعد ما نازل اكيد فريق وداد التمارة على مستوى سدس عشر النهايه اليوم في مواجهه الجيش الملكي ثم سينتقل لمدينه الدار البيضاء وبعدها لمدينه اكادير لمواجهه فريق حسنيه اكادير. بعد ذلك يعني ثلاث ايام فقط غادي يواجه الجيش الملكي في مباراه العوده يوم 8 شوتنبير ويوم 12 من هذا الشهر غيواجه فريق اتحاد طنجه في ثاني يعني الجولات. هذه محاوله بواسطه يوسف انور من الجهه اليمنى كما هذه محاوله وتدخل جيد ديال ندياي اوليفي المدافع السنغالي. دائما الكره افادت فريق الجيش الملكي ولكن التمريره من يوسف انور كانت خاطئه فقط عند لاعبي فريق شباب الحسيمي. محاوله هناك تسلل هناك تسلل هناك تسلل على ديبامي جونيور. انذار انذار مجاني لديبامي جونيور. انذار مجاني لديبامي جونيور. ما عرفش يعني اللاعب كيعرف انه لو ضع الكره بهذا الشكل غياخذ انذار. رغم ذلك فالجونيور وضع الكره في الشباك. هناك تغيير في صف فريق شباب الحسيمي. دخول الشمخه سمير وخروج مراد الناجي على مستوى الرواق الايمن. كانت اصابه ديال مراد الناجي وشمخه سمير هو اللي دخل مكانه. تغيير اخر كذلك كان اضطراري. نتابع المحاوله كريم بن عارف يوم مرير تدخل ديال المدافع دياي اوليفي. اصبح الان مرتد هجومي. دائما التمريرات في اتجاه الكاميروني ديبامي جونيور وكريم فكروش كيمرر في اتجاه اسماعيل السردي. طلب الكره سفيان بوشعيب ولكن كان تدخل ديال شمخه سمير. هشام العمراني سعيد فتح كتوصل الكره لحمزه حجي. يوسف انور يوسف انور اللي كتضيع منه الكره بالتالي كيصبح خطا لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. كنقول بانه اللاعب يوسف انور اللي لاعب اللي عنده امكانيات ولكن فقد يعني الشيء كثيره من المقومات ديالو. نتمنوا بانه اللاعب يعود اكيد التوهج لانه لاعب كما قلت عنده امكانيات محترمه بامكانه انه يساعد بشكل كبير فريق الجيش الملكي خصوصا على مستوى الهجوم. كره عند مهدي النغمي
تدخل دياي اوليفي وراء كل الكرات، كذلك كل التدخلات مره اخرى. لاحظوا اوليفي كيبعد الكره عند الكاميروني، كاميروني جونيور اللي كيرتكب الخطا ضد اللاعب او في حق اللاعب الياس حداد العمراني. مهدي النغمي، اسماعيل السردي، سعيد فتاح كتضيع الكره لسفيان بوشعيب، كيصبح الان مرتد هجومي لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. هناك سقوط اللاعب خرج الكره، مرة أخرى المباراة متوقفة. لاعب محمد أمين باموسا، لاعب شاب في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي. هناك احتجاج من لاعبين وكذلك الطاقم التقني للجيش الملكي، ربما يعني الاعتبار هذا يعني كثرة يعني سقوط لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي بأنه من اجل ضياع وتضييع الوقت، ولكن اكيد تابعنا لانه كان سقوط ديال المراجل الناجي، المراجل الناجي اللي تم تغييره بدخول شمخه سمير ان محمد امين باموسا كيتم اخراجه خارج ارضيه الملعب حتى انه تعطى له الاسعافات الاوليه. تدخل الان الخمس دقائق الاخيره من الوقت الاصلي للجوله الثانيه وللمباراه، اكيد خمس دقائق حاسمه بالنسبه خصوصا فريق الجيش الملكي، اكيد المستقبل في هذا المباراه. ولو ان كما قلت بانه يعني التاهل فهو كيتلعب في المباراتين، مباراه الذهاب والاياب. هشام العمراني غادي يرفع الكره، بالفعل كيرفع الكره داخل المعترك، تدخل ديال دياي اوليفي، ثم غادي يلعب كريم بن هاني اللي كيبعد الكره كتوصل للكاميروني ديبامي جونيور. جونيور دائما كيحتفظ بالكره في وسط الميدان عند زكريا الهلالي. الهلالي عند عبد الكريم بن هاني، مشى بن هاني، مشى بن هاني امامه اسماعيل السردي. بن هاني شنو غادي يعمل؟ دائما كيحتفظ الكره داخل المعترك، يسدد تسديده ما مشاتش بعيد، تسديده ديال عبد الكريم بن هاني ما مشاتش بعيد على القائم الايسر لمرمى الحارس كريم فكروج. لاحظوا رده فعل ديال اللاعبين والطاقم التقني لشباب الريف الحسيمي، لاحظوا المجهود الكبير اللي بذلوا عبد الكريم بن هاني والتسديده بالرجل اليسرى بالمقابل. هناك خطا، هناك خطا لفائده الجيش الملكي بواسطه كيد كان في حق المهدي النغمي، وبامكان الضربات الثابته انها تكون حل من الحلول امام الفريق العسكري، امام الفريق الجيش الملكي اللي حتى الان عاجز عن فك لغز الدفاع ديال الفريق الحسيمي اللي كما قلت بانه واقف بشكل جيد. فيما هناك انذار لمحمد امين باموسا، اذا خطا لفائده الجيش الملكي. الحكم كيطلب من اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي انهم يوضعوا الكره في المكان اللي ترتكب فيه الخطا، وكذلك بانه اللاعبين اللي غادي يشكلوا الحائط انه يعطيو الامتار القانونيه. هناك العديد من اللاعبين اكيد اللي كيسدوا بقوه وراء الكره. الان هشام العمراني، هناك كذلك كريم بن عارف امامنا، وتواجد حمزه حجي. اعتقد بانه هشام العمراني هو اللي غادي يسدد. حكم اللي كيطلب من اللاعبين يعطوا الامتار القانونيه. غنتابعوا الخطا وراء الكره، كريم بن عارف وهشام العمراني. كريم بن عارف هو اللي غادي يسدد. كريم بن عارف، كريم بن عارف يعني سدد الكره بعيد على المرمى ديال الحارس ياسين الحظ. وهاد الصوره اكيد كتبين بانه الجيش الملكي يعني عاجز انه يلقى الحلول. اكيد نتابع اقوى لحظات ديال المواجهه، واكيد ردود فعل بين الايجاب والسلب. الايجاب لشباب الريف الحسيمي حتى الان اكيد الصامد امام الجيش الملكي، واكيد الجمهور يعني الصغار وكبار ينتظرون النتيجه الايجابيه اكيد في انتظار الاياب.
والإياب كما قلت سيكون يعني ساخن وحارق بملعب ميمون العرصي بالحسيمة من أجل التعرف على المتأهل لدور ربع النهائي. كرة طويلة في اتجاه اللاعب مصطفى اليوسفي وتدخل ديال عبد الخالق حميد دوشك خرج الكرة للزاوية لفائدة فريق الجيش الملكي. مصطفى اليوسفي يخلي الكرة لكريم بن عارف زاوية بالجهة اليمنى لمرمى الحارس ياسين الحض. حكم كيوجه إنذار شفوي لكل من مصطفى اليوسفي. حكم كيطلب من بن عارف انه ينفذ الزاوية. كتنفذ الزاوية دائرية رأسية كانت رأسية يعني رأسية ديال هشام العمراني اللي ما تمكنش انه يضرب الكرة يعني لو لمس الكرة بشكل جيد. لاحظوا ارتقاء كان جيد ولكنه الكرة كانت عالية بعض الشيء بالتالي كتخرج خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. لاحظوا كمال الزواغي كيطلب من اللاعبين انه يبقوا يعني في نفس التركيز في هذه الثواني الاخيره من الوقت الاصلي. اكيد في انتظار انه نتعرفوا على الوقت بدل الضائع للمباراه. كره في وسط الميدان سعيد فتاح يمكن ما تابعناش بشكل كبير يعني الدور ديال سعيد فتاح. الكره في عند مصطفى اليوسفي كتوصل لسفيان بوشعيب كريم بن عارف كيخلي الكره لمهدي النغمي صعود اسماعيل السردي. كانت تمريره يعني قصيره هذه محاوله التمريره داخل المعترك دائما لفائده الجيش الملكي. يوسف انور شهد يمكن يرفع الكره خطيره. كانت محاوله من اجل تسجيل الهدف بواسطه سفيان بوشعيب للكره الراسيه ديالو يعني كتلقى التدخل ديال الدفاع وكتخرج للزاويه. خمسة ديال الدقائق كوقت بدل ضائع للجولة الثانية وللمباراة. الكرة داخل المعترك يوسف أنور كتوصل الكرة شو يعمل بإمكانه أن يرفع الكرة كيرفع الكرة ولكن بعيد. رفع الكرة بشكل يعني لاحظوا المحاولة يعني يوسف أنور خدع الكرة في اتجاه اللاعب سفيان بوشعيب واكيد التدخل ديال دي اي اوليفي. ولاحظوا جوزي روما ويطلب من اللاعبين انه يعني يبذلوا مجهود اكبر فيما كمال الزواغي يعني حتى الان اكيد غادي يكون راضي على عطاء ديال اللاعبين والاستماتة الكبيرة على مستوى الدفاع. ابعاد الكرة من طرف اللاعب اشرف الادريسي بسرعة. سعيد فتح اسماعيل السردي عند مصطفى اليوسفي. مصطفى اليوسفي كاين تدخل ديال السنغالي ندياي اوليفي. هناك خطا ضد اللاعب الكاميروني ديبامي جونيور. بسرعه كتلعب الكره في اتجاه اللاعب سفيان بوشعيب. سفيان بوشعيب ولكن تدخل ديال عبد الخالق حميد دوش كيبعد الكره. إعادة كرة لكريم فقروش فقط عند عبد الكريم بن هانية. بن هانية شنو غادي يعمل بن هانية كيحتفظ بالكرة كينتظر المساندة. كيرجع الكرة عند زكريا الهلالي. أشرف كرة في الجهة اليمنى شمخة سمير. حاول فائدة فريق شباب الريف الحسيمي والتغطية كانت جيدة ديال اسماعيل السردي. هشام العمراني بسرعة يعني مصطفى اليوسفي غيحاول انه يلعب الكرة ثنائية مع بن عارف. هذه محاولة المهدي النغمي. هناك تسلل الحكم رافع الراية معلن عن تسلل للاعب مهدي النغمي. قوة ديال المهدي النغمي اكيد بانه لما كتكون امامه المساحة وقوة ديال المهدي النغمي اكيد لما يعني كيكون هناك تجاوب خصوصا مع اللاعبين على مستوى التمريرات. حتى الان يمكن نقول بانه الفريق الجيش الملكي يعني خلال هذا المباراة كان فقد البوصلة ديالو على مستوى الهجوم ديالو
كره طويله راسيه ديال ديبامي جونيور. الحكم كيقول هناك خطا لفائده فريق الجيش الملكي. اقل من دقيقتين على نهايه الوقت بدل الضائع اللي تم احتسابه في 5 دقائق. الحكم مره اخرى كيطلب من لاعبين فريق الجيش الملكي يعني وضع الكره بسرعه. سعيد فتاح في الجهه اليمنى عند حمزه حجي. اكيد الان غادي يكون البحث على الكرات الطويله. الكره دي في الجهه اليمنى عند كريم بن عارف. كريم بن عارف دخل المعترك بن عارف بامكانه يمرر كي مرار، ولكن تدخل ديال الدفاع اللي كيبعد الكره للزاويه. كنقول بانه كنعيشوا الثواني الحاسمه للمباراه. الجمهور تقريبا كله واقف ينتظر ربما تجيد هذه الثواني على الفريق العسكري بهدف. نتابعوا الزاويه كتلعب داخل المعترك وتدخل مره اخرى ديال الدفاع بقياده السنغاليين دياي اوليفي. حمزه حجي المرتد هجومي، مرتد هجومي خطير لفائده فريق شباب ريف الحسيمي. تواجد 3 ديال المهاجمين دائما الكره عند اللاعب اشرف ادريسي. اشرف ادريسي دخل داخل المعترك. اشرف ادريسي هناك تواجد ديال اللاعب حمزه حجي اللي كيحصل على الخطا، وغادي يكون هناك ورقه حمراء. ورقه حمراء لحمزه حجي، ورقه حمراء لحمزه حجي اللي كان عنده رده فعل بعد ما اعلن الحكم على الخطا. ورقه حمراء كتجي اكيد لتبعثر اكيد كل الاوراق ديال المدرب جوزي روماو. لاحظوا يعني اشرف ادريسي، يعني لاحظوا بالفعل كان هناك خطا ديال اشرف ادريسي. غادي نتابعوا الاعاده لرده فعل اكيد مره اخرى من زاويه اخرى. شكر خاص كل زملاء التقنيين لاحظوا رده فعل اكيد بانه يعني كانت قريب من الحكم. لاحظوا مره اخرى يعني على اين ودو ما يمكن اشياء كتكون بهذا الشكل فيمكن انها تاثر بشكل كبير على الفريق. صحيح بانه المباراه الان في طريقها انه تنتهي بصفر ليميتلي، ولكن هناك مباراه العوده ونعرف قيمه حمزه حجي، وهو اللي خلى انه يكون هناك رده فعل كذلك من جوزي روماو، لانه يعرف بان هناك مباراه كذلك اخرى مهمه في ملعب ميمون العرسي بالحسيمه، وبالتالي هو يفقد يعني خدمات لاعب يعني بقيمه حمزه حجي. على اي اكيد الكل ان ينتظر فقط الصافره ديال الحكم داكي الرداد. اخر فرصه للجيش الملكي، اخر فرصه. اسماعيل السردي كره طويله لثلاثه ديال المدافعين، محاوله عند لاعب سفيان بوشعيب. سفيان بوشعيب كان سقوط ديال سفيان بوشعيب، والحكم كيطلب مواصله اللقاء. وحميد دوش كيبعد الكره، والحكم يعلن على نهايه المواجهه بالتعادل السلبي 0 لمثله في مباراه. يمكن نقول بانه الشباب ريف الحسيمي اللي لعب يعني منظم على مستوى الدفاع. فريق الجيش الملكي حاول انه يلقى الحلول الهجوميه ولكن عجز على الوصول لمرمى ياسين الحظ. شوط اول هنا انتهى بملعب الفتح، في انتظار شوط ثاني.